بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا الأكمل الأكرم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في مجالسنا المتجددة في إعراب الجمل وأشباه الجمل. نقف على مباحث دقيقة تحتاج منا إلى تريث وتلبث وتدبر وصبر، ولا ينال العلم إلا بالصبر. فالله يعيننا وإياكم ويعلمنا وإياكم، إنه هو العليم الحكيم. وقبل أن أبدأ المجلس، أبلغكم سلام شيخنا الكبير فخر الدين حفظه الله تعالى، يسلم عليكم أجمعين، هكذا رغب إلي، وهو يسلم عليكم أجمعين ويطلب منكم الدعاء بظهر غيب. أدعو له إن شاء الله عز وجل بالبركة في العمر مع الصحة والعافية. وكنت قد بحثت الشيخ أكرمه الله تعالى في السؤال الذي سألني عنه أخي عبد الله في الدرس المنصرم، حين سألني عن أن القصر يتضمن معنى الشرط. أنا كنت سأجيب في المجلس الماضي وانقطع الدرس، انتهى البث مع الأسف، لكنني أحببت أن أسأل الشيخ مرة أخرى، يعني صار في نفسي منها شيء، هل تقديري صحيح؟ سبحان الله، جزاكم الله خيرا، سبحان الله، لا. هل تقديري صحيح أو لا؟ فسألت الشيخ أكرمه الله تعالى فبين لي الآتي. نحن قلنا يا كرام، حتى نعرف أين نحن الآن، نحن ما زلنا نتكلم في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب، ما زلنا في جملة الشرط غير الظرفي، وقد طال بنا المكث فيها، نصبر أنفسنا حتى ننتهي منها اليوم إن شاء الله. في جملة الشرط غير الظرفي استعرضها الشيخ، ثبت أركانها وبين أنها حقيقة واقعة، وأنه لا بد من إثباتها حتى نتخلص من إشكالات كثيرة، ثم أزال ما يمكن أن يدخل فيها. قال مثلا: أما زيد فكريم، أما ليست شرطية أصلا، ولذلك لا نقدر جملة شرط بعدها كما يفعل متأخرون نحويين. طيب، ثم قال: إن أما في الحقيقة تتضمن بجملتها معنى القصر، يعني أما زيد فكريم، كأنك قلت ما زيد إلا كريم. ثم قال: ومن القصر لمح معنى الشرط. هنا كان السؤال: ما معنى أنه لمح معنى الشرط؟ لاحظوا يا إكرام، أما زيد فكريم يعني ما زيد إلا كريم، فكأنه يقول من حيث المعنى: إن سألتني عن أحوال زيد فهو كريم، إن أكرمكم الله تغلقون المصاويت إلا عند الضرورة، إن سألتني عن صفات زيد فإنما هو كريم، ما هو إلا كريم. إذن من حيث المعنى يتضمن القصر شرطا، من حيث المعنى يتضمن القصر شرطا. قلنا: هذا تفسير معنوي لا تقدير إعرابي، يلحظ الشرط من القصر. هذا يعني جواب الشيخ المختصر كان، يعني عندما تقول كما قلنا مرة أخرى ما زيد إلا كريم، كأنك بذلك، طبعا نحن نستعمل ما وإلا كما هو في علم المعاني عندما ينكر المخاطب ذلك، فكأنني أرد عليه: إن تحدثت عن صفات زيد هي الكرم لا غير، لأنه رد عليه، شرط وجواب، من حيث المعنى لا من حيث تقدير الإعراب. انتهينا من أما ووصلنا إلى إذن، لما ذكر الشيخ إذن في جملة الشرط غير الظرفي؟ قلنا: لأن الكوفيين يرون أن إذن اسم، طبعا بعض الكوفيين، وأنه عندما تقول إذن أكرمك في جواب من قال أنا آتيك، تريد إذا أتيتني أكرمك، أتيتني جملة الشرط، لكن كما قلنا هي جملة الشرط الظرفي ها هنا، فلذلك شيخ ألحقها بجملة الشرط. أراد أن يقول أيضا: إذن ليست كما يزعم بعض الكوفيين، وسيرد هذه الأقوال بعد قليل. استعرضنا قول الكوفيين بأن إذن اسم حذفت بعدها جملة الشرط، ثم إذا التقت الألف بالتنوين حذفت الألف لالتقاء الساكنين، ثم نصب أكرمك بأن محذوفة. وذكرت لطيفة في الدرس السابق أن الخليل يرى أن الحرف الناصب وحيد هو أن، لن أصلها عند الخليل لا أن،
وكي تنصب بأن مضمرة، يعني ليست هي الناصب، دائما عنده، عنده وعند الأخفش. وكذلك في إذن، الناصب عند الخليل أن مضمرة. طيب وصلنا إلى قول الفراء كذلك، قال هي تكون جوابا لشرط امتناعي للو أو جوابا للقسم. السيرافي إذا لم يكن بعدها اللام أولها بالشرط، أولها بالشرط السيرافي، يعني كأنها أداة شرط. قال مثلا واحد قال لي إن تزورني أزورك، فأنا قلت له إذا أزورك، قال فالمعنى إن تزورني أزورك، فنابت إذن عن الشرط، يعني عندي بعدها جملة الشرط. تنبه فرق بين الجملة الشرطية، بين التركيب الشرطي وبين جملة الشرط التي تقع بعد الأداة. طيب وصلنا إلى قول الزجاج أيضا، قال وكذلك فعل الزجاج إلا أنه أول المعنى بما يلي إلى آخره. وصلنا هنا، وقفنا عند قول الشلوبين، من من الكرام يود القراءة فليتفضل. المصوات مفتوح أخي محي الدين، إذا رغبت فأهلا وسهلا، أو محي الدين إذا كنت جاهزا فتفضل. يا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا محي الدين. ولهذا كله زعم الشلوبين أنها للجواب والجزاء دائما، وتكلف تخريجها على ذلك حيثما وردت. فقال إن التقدير في هذه الآية الكريمة فعلتها إذا وأنا من الضالين هو إن كنت فعلت الوكزة كافرا لأنعمك كما زعمت يا فرعون فأنا من الضالين، بل فعلتها غير قاصد. بل فعلتها غير قاصد القتل وغير كافر لأنعمك. تماما، فلاحظوا قدر شرطه، فعلتها إذا، يعني إن كنت فعلت الوكزة كافرا لأنعمك كما زعمت فأنا من الضالين، جعلها ملازمة للجواب والجزاء. نعم، قال بل فعلتها غير قاصد القتل وغير كافر لأنعمي. نعم، بيد أن أبا علي الفارسي جعل معنى الجزاء فيها غالبا، وقال وقد تتمحض للجواب بدليل أن يقال لك أحبك فتقول إذا أظنك صادقا، إذ لا مجازات هنا ضرورة. لا مجازات هنا ضرورة، يعني يا كرام واحد قال لي أنا أحبك، قلت له نعم أنا أعرفك صادقا، أنا أظنك صادقا أو أعرفك أو أعلمك، لا مشكلة. إذن أظنك صادقا، ليس المراد إن كنت متحققا بقولك أحبك فأنا أظنك صادقا، لا. قال لي أحبك، قلت له أنت صادق، هذا المعنى، أنت صادق. هنا لا مجازة. ما معنى المجازة؟ كما قلنا هو النتيجة المسببية، يعني عندي علاقة سبب النتيجة. فإذا في غالب أحوالها تكون للجواب والجزاء، وسيفسر الشيخ المراد بالجواب والجزاء أنها حق جواب وجزاء. طيب قد تتمحض للجواب كما قال أبو علي رحمه الله تعالى ومشى عليه ابن هشام في كتبه، يعني لا يكون هناك جزاء. طيب قال لاحظ أحبك فتجيب أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، هنا إذن حرف جواب وليست حرف جزاء، لأن ظنك إياه صادقا ليس متسببا، ليس نتيجة لقوله أحبك، كأنك تريد أن تقول له نعم أنا أعرفك صادقا، أنت صادق في الأصل، هذا مرادك. طيب وزعم الشلوبين، إمام أندلسي، وقيل إن معنى الشلوبين بلغتهم الأبيض أو الأشقر. نعم، وزعم الشلوبين أن التقدير هنا إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك. لاحظ، يعني يجعلها ملازمة للجزاء، إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك، ملازمة للجزاء وللشرط. طيب ثم جاء الرضي، ثم جاء الرضي فاستفاد من هذه المذاهب ورجح أنها اسم، وأن أصلها إذ حذفت الجملة المضافة إليها بعدها وعوض منها التنوين لما قصد جعلها صالحة لجميع الأزمنة. نعم، فإن قال لك قائل أزورك وقلت إذا أكرمك، فالمراد إذ تزورني أكرمك، أي وقت زيارتك لي أكرمك. والفعل منصوب بأن مقدرة، والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ حذف خبرها. هنا مبتدأ، وقد بنيت الدال على الفتح لتكون في محل رفع مبتدأ، والمصدر مبتدأ حذف خبره. نعم نعم. طيب دقيقة حتى نستوفي هذه الفكرة.
الآن الرضي قال استفاد من المذاهب السابقة. تلاحظون أن قول الرضي هنا يشبه إلى حد كبير قول من؟ يشبه قول من؟ نعم يا كرام، السرافي. يقول بعض الكوفيين الذين جعلوها اسما وجعلوا التنوين عوضا من الجملة المحذوفة. تماما، نعم، لكن لاحظوا الفرق، الآن سيأتي الفرق. إذا قال هي اسم وحذفت الجملة بعدها لتكون صالحة لجميع الأزمنة، لأن الأصل في إذ أنها للماضي، قال لما قصد جعلوها صالحة لجميع الأزمنة. فإن قال لك أنا أزورك وقلت إذا أكرمك، في المراد إذ تزورني أكرمك مستقبلا، أي وقت زيارتك لي أكرمك، والفعل منصوب. طيب أنا إذا قلت إذا أكرمك منصوب بأن مقدرة، قول بعض الكوفيين هو، لكن سنرى الفرق. نعم، وقد بنيت الذال على الفتح لتكون إذن في صورة ظرف منصوب لأن معناها الظرف، والغالب في المبني على الفتح تضمن معنى الشرط، لاحظوا ولم يقل بوجوب تضمن معنى الشرط. يتضمن معنى الشرط، تضمن معنى الشرط يعني أنه يأتي بعده جملتان. مثلا لاحظ كما تقول مثلا حين تأتيني أكرمك في صورة الشرط، في معنى الشرط. وسيبويه ينص على أن بعض الظروف تشم رائحة الشرط، فيها معنى الشرط، تتضمن معنى الشرط. لاحظ إذ تزورني أكرمك على التقدير الذي قدره الرضي، قال بنيت الذال على الفتح لتكون في صورة الظروف المنصوبة التي تتضمن معنى الشرط. طيب، ولم يقل نعم، محي الدين، نعم سيدي أسمعكم، تفضل تفضل، نعم، والغالب ولم يقل بوجوب تضمن معنى الشرط كما أطلق النحاة، لأنه لا معنى للشرط في فعلتها إذا وأنا من الضالين. طيب، يعني هو وإذا لا يقول إن إذا متضمنة للشرط دائما، قال لأنه لا معنى للشرط فعلتها إذا وأنا من الضالين، لا معنى لتقدير الشرط على ما قدره بعض النحاة والمفسرين. يعني هم لاحظوا ماذا قدروا، فعلتها إذا، إن كنت فعلت الوكزة كافرا لأنعمك فأنا من الضالين. يعني هم يفكون المعنى، لكن أيضا قد لا يحتمل المعنى هذا الفك أصلا. نعم، وإذا كانت للشرط في الماضي جاز إجراؤها مجرى لو في إدخال اللام في الجواب. نعم، إجراؤها مجرى لو، يعني إجراؤها إجراء لو، مجرى هنا مصدر ميمي. نعم، وإذا كانت للشرط في المستقبل جاز دخول الفاء في الجواب تشبيها لها بإن، وقد تستعمل بعد لو وإن توكيدا لهما لأنها بمعنى كل منهما مع الشرط، نحو لو زرتني إذا لأكرمتك وإن جئتني إذا أزرك، فكأنك كررت أداتي الشرط مع جملتي الشرط التوكيد. إذن هو يرى أن إذا تكون بمعنى لو وإن توكيدا، لو زرتني إذا لأكرمتك، كأنك ها هنا كررت الأداة، وإن جئتني إذا أزرك، كأنك ها هنا كررت الأداة توكيدا. نعم، ويجوز طبعا إلى الآن هو يستعرض رأي الرضي، هذا ملخص رأي الرضي في إذا من شرحية على الكافية. نعم، ويجوز أن تتأخر عن الجزاء نحو أكرمك إذا، كما يجوز أن تتوسط بين جزئي ما هو جزاؤها نحو أنا إذا صادق. وتعلمون أنها إذا تأخرت أو توسطت بطل عملها، أنها إذا تأخرت أو توسطت بطل عملها، فلا تنصب، لا تنصب إلا إن كانت في صدر جملة الجواب. وإذا وليها مضارع للحاضر فهي غير مضمنة لمعنى الشرط، كقولك لمن يحدثك بحديث إذا أظنك كاذبا، نعم، لأن بشروط،
فهي ها هنا متمحضة للزمان ولا شرطية فيها. نعم، لأن من شروط التي تنصب أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، والفعل هنا دال على الحال. نعم، والشرط في الأصل للمستقبل، الشرط في الأصل للمستقبل، فإذا كانت للحال فإنها كذلك لا تتضمن معنى الشرط. إذن هو يميل أيضا، بس من فضلكم يا كرام، هو يميل أيضا إلى أنها اسمية حذفت بعدها جملة الشرط غالبا، هكذا يقول الرضي رحمه الله تعالى. طبعا إلى الآن لم يأتي رأي الشيخ، فاصبروا قليلا حتى ينتهي من استعراض الأقوال. وقد أجمل بعضهم أمرها فقال إنها تأتي على وجهين، حرف ناصب للمضارع مختص به، واسم أصله إذا أو إذ حذفت الجملة المضاف إليها وعوض منها التنوين. نعم، أصله وهذه إذا تدخل إذا. على غير. إذن إما أن تكون حرفا ناصبا للمضارع وإما أن تكون اسما، ما أصله إذا أو إذ والجملة بعده محذوفة. طيب نعم، وهذه تدخل على غير المضارع وعلى المضارع فيرفع. وقولك إذا أكرمك يجوز فيه الرفع على أنها اسمية، والأصل إذا أتيتني أكرمك، ويجوز النصب على أنها حرفية. على أنها حرفية. طيب إذا إما أن تكون اسمية وإما أن تكون حرفية، وقلنا أول من قال بأنها اسمية أن إذا اسمية، وأن التنوين فيها تنوين تعويض من الجملة المحذوفة بعدها، هم بعض الكوفيين. نعم، والرضي تبعهم في ذلك. تقدير الجملة شو هو؟ نفسه، يعني ما تقول إذا أكرمك أو أكرمك بالنصب أو الرفع بحسب، فالمراد إذا أتيتني أكرمك، الجملة ها هنا محذوفة بعدها. نعم. ومن هذا ترى أنهم حين يجعلونها للجزاء يقدرون لها جملة شرط محذوفة مع الأداة، وتكون الجملة المحذوفة لا محل لها إن قدر الشرط غير ظرفي، وفي محل جر بالإضافة إن قدر ظرفيا. تماما، إذا قدرت الشرط ظرفيا فالجملة بعدها في محل جر مضاف إليه. طيب وأنت ترى. نعم، وأنت ترى أن التقدير هذا يشبه التقدير في أما، يشبهه إلا في أنه ماذا يا كرام؟ يشبهه في ماذا؟ يشبه التقدير في أما، يشبهه في ماذا؟ في القصر. لا، في دخول معنى القصر فيه. انتظرني، لكنني ظلمتكم، سألتكم قبل أن تتموا الكلام، يشبه في ماذا؟ لا. طيب أكملوا العبارة حتى تعرفوا. إلا أنه ها هنا أقرب إلى الصواب منه هناك. يشبهه في البعد عن التقدير الإعرابي، يشبهه في ضعف التوجيه النحوي، يعني بعيد. هذه التقديرات التي افترضها كثير من النحويين هي تقديرات بعيدة، وهي تفسيرات معنوية لا يمكن أن يحمل عليها التقدير الإعرابي. هذا ملخص الكلام، هي تفسيرات معنوية. أنت تلاحظ أن المفسر عندما يأتي ليفسر الكلام فإنه يمده ويمطله، يعني مثلا في إذن يأتي لينطل، أنا فعلتها إذن وأنا من الضالين، فأتي ويقول إذن يعني إذا وكزته، إذ وكزته، إذ كذا، يمد ويطيل في الكلام. نحن لسنا ملزمين أيها النحاة بتفسيرات المعاني، واضح؟ ليس إنكارا لتفسير المعنى، بل هو إنكار لإلزامك بتفسير المعنى. التقدير الإعرابي يا جماعة ضيق، يعني لذلك قالوا قد لا يتلاقى التفسير المعنوي مع التقدير الإعرابي، قد يفترقان، فلا بد الانتباه لهذا. التقدير الإعرابي لأنه منضبط بقوانين كثيرة، لا بد من انضباطه بقوانين. نعم، لذلك هو بعيد. القول باسمية إذا وحذف الجملة بعدها بعيد، هذا ما يريده الشيخ. وأنت ترى أن التقدير هذا يشبه التقدير في أما. طيب ما الدليل على هذا الفهم الذي فهمته؟ الاستثناء. نعم، نتابع. ذلك لأن السماع قد جاء بمثله، قال الله تعالى لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. طيب قال كثير عزة لئن عاد كثير عزة، لا دقيقة، قال
نعم إلا أنه هنا أقرب إلى الصواب. لما؟ لأن السماع قد جاء بمثله. يعني نحن مررنا على قول الفراء مثلا أنها تكون جوابا للشرط، وأنه إذا لم يكن هناك شرط فنقدر شرطا قبل إذا، تمام؟ قال هذا التقدير هنا أقرب من التقدير في أما. لماذا؟ قال لأن السماع قد جاء من مثله، يعني أحيانا إذا جاءت في جواب الشرط، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذا لاحظوا جاءت في جواب الشرط، وسنرى أنها تأتي في جواب القسم. طيب قال، وقال كثير عزة لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها، لو فجاء بها في جواب القسم. إذا لاحظوا وأمكنني منها إذا لا أقيلها، فجاء بها في جواب القسم. أين القسم؟ أين القسم يا كرام؟ أين القسم؟ اللام أستاذ. أها، اللام هذه موطئة للقسم. يا سلام، أحسنتم. اللام هذه هي موطئة للقسم، تؤذن وتعلم أن الجواب هي تجتمع بإن. هذه اللام في لئن، لاحظوا عندنا لام وعندنا إن، اللام للقسم وإن للشرط، وكل منهما يبتغي جوابا، فلمن الجواب؟ اللام هي المتقدمة. فاللام تؤذن وتعلم وتخبر أن الذي سيأتي بعد، أن الجواب الذي سيأتي بعد هو للقسم لا للشرط. طبعا وفي القضية تفصيل. فاللام موطئة للقسم، لا أقيلها جواب للقسم، يعني والله لا أقيلها، وأين جواب الشرط؟ محل. نعم. وقال معن بن أوس: فلولا اتقاء الله والرحم التي راعيتها حق وتعطيلها ظلم، إذا لعلاه بارقي وخطمته بوسم شنار لا لا يتساكه. يشاكهه، لا نعم. يشاكهه واسمه. طيب قال، وقال معن بن أوس فجعلها في جواب لولا. طيب إذن كما قلنا التقدير هنا في إذن أقرب من التقدير في أما، لأنه قد ورد بعض الشواهد في مجيئها في جواب الشرط أو في جواب القسم. لاحظوا، فلولا اتقاء الله، لولا شرط، فلولا اتقاء الله والرحم التي رعايتها حق وتعطيلها ظلم، إذن لعلاه بارقي وخطمته. الخطم هو الوسم في الأنف، وسمه وخطمته بوسم شنار، بوسم عيب لا يشاكهه وسم. هذه هي القصيدة الحليمة في مكارم الأخلاق لمعن بن أوس. نعم. فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم. نعم. فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الولد الأم، إلى أن قال في النهاية: وعدنا كأن لم يكن بيننا صرم. نعم. المهم، إذا هنا وقعت في جواب لولا. وقال زهير بن أبي سلمى: فإن تدعوا السواء فليس بيني وبينكم بني حصن تقاؤوا، ويبقى بيننا قذع وتلفوا، إذا قوما بأنفسهم أساؤوا. طيب، فإن تدعوا السواء، إن لاحظوا، فإن تدعوا السواء فليس بيني وبينكم بني حصن لقاء، ويبقى بيننا قذع، القذع الشتم. نعم. وتلفوا إذا، تلفوا معطوفة على جواب الشرط، يعني كأن إذا وقعت في جواب الشرط، لأن المعطوف على الجواب في حكم الجواب. وتلفوا إذا قوما بأنفسهم أساءوا. نعم. طيب، تلفوا إذا قوما، ماذا تعربون قوما أيها المعربون؟ ماذا تعربون قوما؟ وتلفوا إذا قوما مفعول به ثان، وأين الأول؟ الله، تمام. وأين الأول؟ أين الأول؟ نائب الفاعل، أحسنتم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، الأول صار نائب فاعل، تلفوا إذا قوما بأنفسهم أسفل. نعم. فجاء بها فيما هو معطوف على جواب الشرط، وقال الله تعالى: والمعطوف على الجواب في حكم الجواب، والمعطوف على الجواب في حكم الجواب. نعم. فجعلها في جواب الشرط نفسه.
ولكننا مع هذا نوجب ألا يلجأ في الإعراب إلى التقدير في هذه المسألة أيضا، وأن يكتفى بإعراب ما هو ظاهر ملفوظ به، طيب والدليل أنها إذا نعم والدليل أنها إذا كانت ناصبة وجب تصديرها، ولم يجز أن يتقدمها ما يقدرونه من شرط محذوف، وهم إنما يقدرون ذلك لتفسير المعنى لا للإعراب. دقق في هذا الكلام جيدا. قال نحن نوجب ألا يلجأ إلى تكثير الإعراب. الأصل في التقدير الإعرابي أن يكون قليلا، هذا التقدير الكثير مفسد ومضمن ومتعب لك في الإعراب. دليل من الأدلة على أنها حينئذ حرف ولان ولا حاجة إلى تقدير جملة محذوفة بعدها، قال أنهم يقولون إنها حين تكون ناصبة يجب تصديرها. طيب إذا كانت واجبة التصدير هذا يعني أنه لا يجوز أن يتقدمها شرط، كيف تكون واقعة في جواب الشرط ثم تكون بعد ذلك ناصبة؟ هذا لا يكون. قال ولم يجوز أن يتقدمها ما يقدرونه من شرط محذوف. الآن وهم إنما يقدرون ذلك لتفسير المعنى لا للإعراب. وقفنا على أكثر من مسألة في هذه القضية، وأنتم ترون أن هذه القضية شائكة، الفصل بين تفسير المعنى وتقدير الإعراب. نعم. ولذا نرى ولذا نرى أن ابن هشام عندما فسر إذا أكرمك بقوله إن أتيتني إذا أكرمك، علق عليه شراح المغني بأن هذا التقدير لا يفقد إذا الصدارة ولا يوجب إهمالها، لأن الموجب لإهمالها هو وقوعها حشوا في اللفظ والمعنى، وهذا التقدير يجعلها حشوا في المعنى دون اللفظ. واضح؟ يعني ابن هشام علق على قولهم في المجازات إذا أكرمك، قال إن تأتني إذا أكرمك، إن تأتني. طيب هنا اختل الشرط، والشرط أنها يجب أن تكون صدرا، هنا صارت حشوا. قال نعم هذا حشوا في التفسير المعنوي. لاحظوا المعنى أوسع من تقدير الإعراب، تفسير المعنى أوسع من تقدير الإعراب، لذلك قد تضيق مسالك الإعراب عن تفسير المعنى. فالشراح والمحشون علقوا على كلام ابن هشام بأن هذا ليس مشكلا، لأن كلامه هنا في التفسير المعنوي لا في التقدير الإعرابي، فهي حشو في المعنى دون اللفظ. نعم حشو يعني ليست صدرا. طيب فإذا كانت مهملة غير ناصبة فهي أكثر ما ترد، وليس قبلها شرط صريح نحو قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لاحظوا الآن، عبد الله، لاحظوا يا كرام، قال فإذا كانت مهملة غير ناصبة فهي أكثر ما ترد وليس قبلها شرط. نحن الآن في إشكالية تقدير كلام قبلها، جعلها في سياق الشرط وإن لم يكن قبلها شرط. لماذا؟ قال استأنسوا ببعض الشواهد. طيب في كثير من الكلام جاءت وليس قبلها شرط، طيب نحن سنحمل على الكثير أو على القليل؟ لا شك أننا نحمل على الكثير. نعم. وقول عبد الله بن علمة، وقول عبد الله بن علمة فازدر حمارك لا يرتع بروضتنا، إذا يرد وقيد العير مكروه. نعم فازدر حمارك لا يرتع بروضتنا إذا يرد، إذا هنا لم تعمل، إذا يرد، إذا هنا لم تعمل، ويرد مضارع مرفوع. طيب لاحظوا ليس قبلها شرط، وقيد العير مكروب. المالقي في رصف المباني، هذا كتاب في حروف المعاني، قال إذا يرد، قال لأنها تصدرت في جملتها، ولأن الفعل بعدها يدل على المستقبل، يعني أزجر حمارك. طيب ما النتيجة التي ستكون بعد زجر الحمار؟ إذا يرد وقيد العير مكروب. وقول النابغة ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتي إلي يدي، إذا فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالحسد. وقول جميل بثينة ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. وقول جرير مررتم بالديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام. تماما. لاحظوا كل هذه الجمل وقعت فيها إذن وليس قبلها شرط. نعم هو كثير جدا. نعم. وقول سيبويه والله إذا لا أفعل،
وإذا كان الأمر كذلك فلم تحمل فلم سلمة تحمل الأكثر على سلمة الأقل. نعم، وإذا كان الأمر كذلك فلم تحمل الأكثر على الأقل وتدعي أن الشرط مقدر لا بد منه؟ فإن قلت إنما نفعل هذا لأنهم قد ذكروا أنها حرف جواب وجزاء وهو يقتضي ذلك التقدير في الإعراب، معناها قيل انها لك حرف جزاء. لاحظوا يا كرام، حرف جزاء يعني هناك مجازاه، يعني عندي سبب وعندي نتيجه، وهذا قريب جدا من الشرط. قال فنحن مضطرون لتقدير الشرط. طيب قيل لك إن تسميتها هذه لا تعد التفسير المعنوي لها في الكلام، ولا أثر لها في صناعة الإعراب. ولذلك قالوا إنما المراد بكونها للجواب أنها تقع في كلام يجاب به آخر ملفوظ أو مقدر، طيب سواء وقعت في الصدر أو الحشو أو الآخر. هذا المراد بذلك، المراد بأنها حرف جواب لأنها هي الجواب، وإنها تصحب الجواب، ولأنها تصحب الجواب سميت لأنها تلابسه، قد يسمى الشيء بملابسه، سميت حرف جواب، وهذا كثير جدا في حروف المعاني. نعم ولا تقع في ابتداء كلام ليس جوابا عن شيء، ولملابستها الجواب على هذا الوجه سميت حرف جواب. وإنما المراد بكونها جوابا أنها حرف يصحب الجواب وإن لم تكن رابطة له بالشرط، فأطلق عليها الجواب تجوزا نظرا إلى ملابستها له ووقوعها في صحبته، وليس المراد بكونها جوابا لإن أنها نفس الجواب ولا رابطة للجواب بالشرط. ولا رابطة للجواب بالشرط كذلك. ولا لا هي رابطة. رابطة ولا هي نفس الجواب. نعم. ولو كانت هي الجواب في الإعراب أو الرابطة للجواب لالتزم فيها قياس الفاء الرابطة، فكانت غير لازمة في نحو فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وقولهم ظننت زيدا إذا يكرمك. يعني لو كانت هي رابطة لجواب الشرط لالتزم فيها قياس الفاء الرابطة، الفاء الرابطة ليست واجبة دائما، الفاء الرابطة واجبة في بعض المواطن. فلاحظ هنا يكرمك، هذا مضارع صالح لأن يكون جوابا للشرط وصالح لأن يكون شرطا، فإذا لا تأتي، إذا كان القياس أن لا تأتي لو كانت واقعة موقع الفاء. فلما لم تكن واقعة موقع الفاء دل ذلك على فساد قراءة السائل. ولو كانت هي عوضا من أداة الشرط إن لوجب جزم المضارع بعدها في الآية والمثال، لأنه جواب شرط جازم، ولم ير ولم ير ولم يرد يرد عن العرب أنهم جزموا الفعل في مثل ذلك. أما إذا جاءت في جواب شرط ملفوظ به قبلها فهي حينئذ زائدة لتوكيد أداة الشرط، نحو قولك لو زرتني إذا لأكرمتك، وإن تأتني إذا أكرمك، فكأنك كررت أداة الشرط للتوكيد. هذا إعرابها إذا وقعت في جواب الشرط. إذا وقعت في جواب الشرط تقول لو زرتني إذا لأكرمتك، إذا حرف زائد، حرف زائد للتوكيد، حرف زائد للتوكيد، كأنك كررت الشرط. إذا يعني لو زرتني لأكرمتك، هذا الغرض منها حرف زائد للتوكيد، وتستغني عن كل تلك التقديرات المعنوية الطويلة. ذلك هو حكم إذن إنها حرف جواب أو حرف جواب وجزاء أو زائدة للتوكيد، وليس لها من الشرط إلا معناه. معناه يعني هذا تفسير معنوي، والتفسير المعنوي عريض. لاحظوا إنها حرف جواب، أين مثلا؟ أين تكون حرف جواب؟ إذا أظنك صادقا مثلا، إذا أظنك، هنا ليست حرف جزاء، إذ لا مجازاتها هنا ضرورة كما قال أبو علي الفارسي، حرف جواب، إذا أظنك، إذا حرف جواب. طيب حرف جواب وجزاء، إذا أكرمك في جواب من قال سأزورك، حرف جواب وجزاء، زائدة للتوكيد في جواب الشرط كما قلنا، وليس لها من الشرط إلا معناه. بقي لنا 3 دقائق. إنا لله. نعم شيخ محيدين، وذكر بعض النحات وذكر بعض النحاة أن الفاء الفصيحة تدل على محذوف هو جملة فعلية أو شرط وفعله، أو قال شرط الزمخشري وفعله، في إذن هذه هذا الآية. ارتباطها بجملة الشرط التي يتكلم عليها الشيخ الآن. تقول أيضا ما قصة الفاء الفصيحة؟ ذكر كثير من المفسرين يذكرون هذا، أن الفاء الفصيحة تفصح عن شرط محذوف. طيب الزمخشري في هذه الآية
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فانفجرت الفاء متعلقة بمحذوف أي فضرب فانفجرت، أو فإن ضربت فقد انفجرت. وعلى هذه هذا هنا أفصحت عن شرط، فإن ضربت فقد انفجرت. طيب، وهي على هذا، وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ. وحملوا على ذلك كثيرا من النصوص نحو إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي فإن لم يتأت إخلاص العبادة لي في هذه البلدة فإياي فاعبدوني في غيرها. فإن لم يتأتى، هذا الشرط المقدر بعد الفاء الفصيحة. نعم، و أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو وأم الولي. اتخذوا أي إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي. وأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إن صح هذا فقد كرهتموه، أي إن صح هذا فقد كرهتموه. والحق أن هذه الفاء إنما فسرها البيانيون كذلك، وليس النحو ملزما بما يذهب إليه علم البيان ملزما ملزما. وليس النحو ملزما يذهب إليه علم البيان. فالفاء الفصيحة هي من الزاوية النحوية، لم تخرج عن معنى السببية، إذن وقد الفاء تكون على الفصيحة هي فاء النتيجة، يسميها شيخنا فاء النتيجة. فاء النتيجة يعني التي تقع بين سبب ونتيجة، الفاء السببية أو فاء النتيجة، هذه هي الفاء الفصيحة عند النحويين. وليس النحو ملزما بتقديرات البيانيين، كما قلنا التقدير المعنوي والبياني واسع جدا لا يلزم به النحو، فهذا يعني من تداخل مصطلحات العلوم بعضها في بعض. البيانيون سموها كذلك، لكن النحويين ليسوا ملزمين بذلك. نتابع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. انتهت الدقيقة تقريبا. انظروا الأسئلة، هل مررتم بالديار رواية؟ نعم، تمرون الديار ومررتم بالديار كلاهما، بعد الزجر أم بعد فزجر حمارك لا يرتع إذا يرد، كلاهما وارد كلاهما. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.